السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مباشرة من حد سوالم. معنا واحد المجموعة ديال مربين دجاج على مستوى المغرب طالع عليهم الدم وكيتشكاو من هاد الأثمنة اللي هي يعني خيالية. غادي يعاودوا لنا شنو واقع. تفضل معنا الأخ. السلام عليكم، معكم فؤاد الماموني. معكم فؤاد الماموني مربي من منطقة سطات. حنا اليوم جينا كنتشكاو على الغلاء ديال التكلفة ديال الدجاج، فنظرا لي كما كتشوفوا هاد الأيامات زاد الثمن، زادت فيه تقريبا 50 فرنك في الكيلو، يعني وصل لأربعة دراهم. الناس شارين الفلو شارينه بخمسة دراهم، وحاليا كيبيعوا الدجاج بأقل من ثمن التكلفة، والناس ما بقاتش لقات الدجاج لمن تبيعوا. هاد الكارثة كنتمناو من أن التدخل ديال الوزارة تدخل لهادشي باش تلقى لينا حل لهاد المشاكل اللي عندنا. هادشي راه استفحل وبزاف ديال المشاكل دازت، وراه المتضرر الاول في هذا الشيء هو المربي. فكنتمناو من الوزاره الوصيه انها تدخل لينا ودير لينا حل هذه المشاكل اللي عندنا. تحيه للاخوان اللي تجمعوا اليوم في سوق سوالم، فيهم المربين وفيهم الناس الوسطاء النقاله وفيهم بعد تبعد الرياشات. وكيبان لينا حنايا يعني هاد المشكل اللي حاليا اللي واقع هو ان هاد الازمه اللي كيتخبط فيها المربي هي ناتجه عن واحد، انا غنقول واحد يعني واحد تصور عطاوه اصحاب المحاضين، عطاوه المربيين وطمعوهم بانه الفلوس غيكون واحد الريفورم ديال الدجاجه غينقصوا البيض، باش لحقاش كنعرفوها مع هاد كوفيد ومع هاد الازمه اللي كيعيشها المغرب ان 8 المنيل كافيه انا، في حين انهم خلو الدجاجه كتبيض زادوا واحد 4 سيمانات ولا 5، ولا عندنا واحد الفائض وصل غيوصل حتى 11 مليون ديال الفلوس اللي هو خلق هذا المشكل. ها هو لان كنا عرفنا في شهر 11 الدجاج كنوصل 17 درهم، وناض كل شيء كيتضارب على الفلوس وبانه راه غيكون العام زين وبانه غادي الناس غادي تحط فلوسها وغادي تستثمر وغادي تصور فلوس، في حين ان السوق اليوم البارح وصل واحد الثمن يعني قل من التكلفه بجوج دراهم ونص، وهذا هاد خساره يعني كيتحملها المربي وحده. ولهذا كندعو يعني اصحاب المحاضين انهم يديروا شي حل، يحيدوا شي سيمانه ديال الفلوس ديال البيض، كل 45 يوم يحيدوا سيمانه، ولا يحيدوا الدجاجه اللي بقات ليها واحد 4 سيمانات ولا 5 سيمانات ينقصوها. والناس راه مكرفسه حتى ما كتشوفوا كسابه كاملين، راه التالي فيهم هنا كتسالوا 30 مليون 20 مليون حتى 40 مليون. يعني من المغرب كامل يلا هادشي، وهذا الشيء راه يعني كاع الناس كنوصلوا هذا الميساج للوزاره اللي هو وزير الفلاحه، ان راه الدجاج الناس كساب راه مكرفسين بزاف، خاص الوزاره تدخل عاجلا. وشكرا للاخوان وشكرا لشوف تي في اللي دارت معنا هذا الفيديو. تفضل الاخ. السلام عليكم الاخوان، احنا خويا حضرنا اليوم السوق ديال السوالم بصيفتنا كبيع وشرايه، وعندنا مجازر ديال القرب. حنا الشكايه ديالنا المربيين قالوا الشكايه اللي كيتشكاو منا، وصيفتنا حنا بيع وشرايه كنتشكاو من السومه اللي كتخرج بالسوالم بانها كيكون واحد الفرق كبير. كنسمعوا اننا السوق 11 درهم، وكنكتشفوا بان الثمن ديال البيع الحقيقي اللي هو تيكون في الضيعه اللي هو 8 درهم 8 درهم و50. حنا هادشي ما كيخدمش المصالح ديالنا، لان الزبون ملي كيجي يتقدم لعندك تيقول لك هاد الثمن الحقيقي. وكما كنا كنعرفوا كاملين، ما كاينلاش ندرقوا الشمس بالغربال، كنعرفوا كاملين بان الاثمنه الحقيقيه ولات كتنشر على الفيسبوك على اليوتيوب على الواتساب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ولات كتنشر عليها. حنا جينا اليوم كبيع وشرايا اننا باش غنشريو بالعربون من هاد السوق، وما نشروش المغالطات، الثمن الحقيقي غادي نشرو. والسلام عليكم، كل واحد فينا راه غادي يتكلم على السلام عليكم الاخوان. المهم كما كنشكروا بعض الناس اللي حضروا وجاو ازرونا في السوق، بيع وشرايا، مربين، اصحاب الرياشات والوسطاء كذلك. بالنسبه كما كتعرفوا الحاله ديال المربي دابا راه حاله يعني خايبه بزاف، باش تكونوا واضحين. وكما كتعرفوا المنتوج اللي كينتجوا كيسهروا على واحد المنتوج يعني مزيان، وكيعطوا الدجاج بالجوده ديالو، ولكن الثمن في الاخر كيجي واحد الثمن اللي كنخسروا فيه، وكيستمر هذا الخسران يعني كيولي عندنا الربح يعني قليل فين كنربحوا. لهذا كنطلبوا من المسؤولين باش يشوفوا شي حل مع لينا في هذا الشيء. وشكرا. وصاي المجاج يعني معنا واحد المجموعه من السلام عليكم، معكم الياقوتي حسن كاتب العام ديال النقابه المستقله.
تنطلبوا اولا بهذ المشاكل اللي باش نحكوا خصنا ننزلوا مع نجلسوا مع المسؤولين على هذا القطاع. راه ديما تنكسبوا لهم تنكسبوا لهم ما تيجاوبوناش، عينا ما نكسبوا ما كاينش تجاوب. خصنا يعطونا واحد الوقت باش نسمعوا المشاكل ديالنا اللي عندنا. وهذا ما كان والتكلفه راه طالعه دابا ب 11 ونص. 11 ونص والبارح تباع ب 8 درهم. شوف شحال ديال الفرق، راه ظلم هذا، راه ظلم على المربي، راه ظلم. 8 درهم هذا راه 11 ونص، ظلم هذا. هذا هو اللي غادي نقول لك. السلمه اللي تقدم هذا الكساب يمشي لحد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم رشيد مربي من منطقه السوالم. الكسابه هنا اللي جاوا حاضرين كاملين، كلهم جايين حاضرين، عندهم المنتوج تاعهم كيسوقوه، وبالتالي انهم كيتلاقاو بواحد السوق اللي هو ما كيغطيش حتى غير التكلفه. يعني كاين واحد 3 دراهم ديال الفرق، والناس ناس خاسره 3 دراهم ديال الفرق، بحيث اننا كنلاحظوا العكس. الوقت اللي الدجاج طلع ل 15 درهم اللي هو الثمن العادي تاعو نورمال، 15 17 درهم الثمن راه عادي عند المستهلك، لان حنا في هذه المنطقه كيتقامنا الدجاج ب 12 12 ونص 11 ونص. في حالتي الا كان عندك انت كتضرب على راسك كتشري يعني الربح في المشروع كيتقام عليك ب 11 ونص، ولا ما كان عندك لا كرا لا والو. اما في حالتي الا عندك الكرا ولا عندك شي حاجه اخرى راه كيتقام لك الدجاج ب 12 ونص، وبالتالي هذه التكلفه هذيك هاد التكلفه هذيك راه هاد الثمن ديال البيع راه ما كيغطيش حتى التكلفه. والوقت اللي كان في حين ان هذه في شهر 11 ناضوا وسائل الاعلام تيغوتوا، كلشي تيغوت الدجاج غالي ما الدجاج غالي، وفي نهايه المطاف كيتحاربوا باش انهم يهبطوا هذا السوق. ناضت الجهات ما عرفت مين يخرجوا ولا تيغوتوا ولا الدجاج غالي وهذا، وكيضربوا في المنتوج، مع ان المنتوج اللي كنسهروا عليه حنا ويجيو المواطن يجي براسو ويجي ويشوف المنتوج اللي كنصور اللي كننتجوا في الضيعه تاعنا، منتوج باحسن ما يرام بالله راه حمراء، والدجاج تبارك الله ما كي سميتو هما كيمشيو هاد وسائل الاعلام كيمشيو يصوروا غير داك الدجاج اللي يطيح من الكاميو، شي وحده زلقات طاحت من الكاميو عفط عليها كاميو يمشي يصورها ويقول لك هاد الدجاج راه، والدجاج في احسن حله كنوجدوه وكيتقام علينا بثمن طالع وكنعطيو احسن اشياء كنصرفوا عليها، ومراقبه المراقبه الطبيه وبالسلامه الصحيه وكل شيء، وفي نهايه المطاف كنبيعوه بخساره. يعني حنا كنوكلوا الشعب فابور بهذا المعنى. ومين كيطلع الدجاج غير شويه، ملي كيطلع الدجاج غير شويه تيولي بنادم كيغوت، ووسائل الاعلام كتغوت، كلشي تيغوت. الدجاج المستهلك خاصو ياكلو على الاقل ياكلو ما بين 15 17 درهم باش انا نكون رابح، مول العارف يكون رابح، مول الفلوس يكون رابح، هاد الماين ترونسبور رابحين، كلشي رابحين. وهو ارخص منتوج هو الدجاج، ارخص منتوج هو الدجاج. العلف طالع، حنا ما نهضروش على العلف، العلف العلف دابا طالع العلف، حنا ما سوقناش. انا العلف يكون طالع، الفلوس يكون طالع، ولكن من خروج المنتوج تاعي لقى المنتوج يعني لقى السوق فين خرج هذا المنتوج هذا، ماشي انا ما نقص السوق ما نلقى حتى شي حاجه، وفي نهايه المطاف نتكبد الخسائر كبيره ونخلصها من جيبي، او لا نمشي للحبس، نفرش المنطقه نمشي للحبس. لا، هنا الدوله خاصها تدخل وخاصها تقوم بالواجب تاعها وتحمي هاد الكسابه هادو اللي هما اللي هازين هاد الماده الحيويه ديال المغرب كامل. وهذا الشيء حنا كنتقاتلوا على التسويق ديالنا وكنحاولوا نخرجوا واحد السومه اللي ما تضرش المستهلك. حنا كنراعيوا المستهلك، حنا كنراعيوا المستهلك، ولكن خاصنا نعرفوا بان راه الدجاج كيتقام علينا ب 12 درهم ونص، يعني زياده تاع 50 فرانك ديال المونترونسبور هي 13 درهم، وزياده تاع مول الرياشه تاع 2 دراهم حتى 2 دراهم ونص الرياشه، يعني خاص يتقام يوصل على المستهلك ب 15 ونص حتى 16 درهم. هذا هو النورمال، وهذا الشيء بغينا نقول. غير هو خاص الدوله تدخل من واحد الناحيه اخرى. دابا حاليا الفلوس كاين كثير، الفلوس كاين كثير، يعني حنايا ما عندناش لي ستاتيستيك غيال باش نقدروا نقولوا، اسمح لي عافاك، ما عندنا لي ستاتيستيك، ما عندناش لي ستاتيستيك غيال باش نقدروا نخدموا عليهم ونقدروا ننتجوا. حنا كننتجوا غير الله، ما عارفينش شنو كاين في المغرب وشنو داخل وشنو هذا، ما عندناش لي ستاتيستيك. دونك في الاخر كنتلاقاو بشي 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 كنبغي نخلص تاعتي، كنتلاقى مع كساب خرته ومعمر، كساب خرته ومعمر، كنلقاو التراكم وكنلقاو هذا. دونك نتمنوا من الجهات الوصيه انها تدخل وتعاوننا في هذه المحنه اللي كاينه. السلام عليكم. معنا السيد رئيس الجمعيه والامين ديال الشجار، يعني غادي يتكلم لنا عن. السلام عليكم. امين عام بسوق الدواجن بعماله عين سبع هاي المحمدي، ورئيس الجمعيه بعماله هاي المحمدي عين سبع. اطرش باسمي واسم التجار واسم المربيين، لان الشراء تيضر المربي، وهذا الثمن راه تيضر المربي بزاف، لانه هذا الثمن خايب بزاف، ماشي ثمن العلف، ماشي ثمن الماكله، ماشي ثمن هادشي تيضر. خاص هادشي خاصو يكون ليه قانون، وخاص هاد الوزاره تشوف من حال هاد الناس، لان كلشي غادي يمشي للحبس، كلشي غرق ليه الشقف،
حشومه عيب على هاد الناس ما نشوفوش في هاد الكساب مسكين راه تيموت. الدجاج من 220 ل 160 ريال كيلو، اللهم انا هذا منكر هاد الشراء بزاف. هاد الناس خاصهم يشوفوا من حال هاد الكسابه ويشوفوا من حال هاد الماكله اللي زادوا فيها شويه تباعد عفاك لانه بزاف تيضر هادشي في العقل. بنادم مسكين راه ما شلاش يجيه النعاس، هاد الكسابه كلهم راه ما تلاش يجيهم النعاس. واش من 220 باش طالع الدجاج 230 هذا لا ما كانش عنده مشاكل، اما الا كانت مشاكل راه مصيبه، راه مصيبه كحله. دابا الدجاج من 220 230 باش يطلع هذه الا كان صلاح، اما الا ما كانش صلاح راه هو باعوا البارح 160 ريال يا عباد الله، 100 ريال في الكيلو. فين غادي يمشي هذا المربي؟ شحال المربي مات؟ 6 طون. واحد راه طاح في بير، والله الا طاح في بير بالله انتحر ومشى مات. وين هنا هادشي خاصو يكون لي حل. هاد الناس اللهم انا هذا منكر احمينا ولا الدولة دخلونا الحبس. هادشي اللي غادير. الله يعاونكم اخوان. اخوان راه الناس كيتسناو باش نخرجوا السوق فعلا. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في يعني في هذا البث المباشر بحد السوالم يعني بالنسبه لهاد المساله ديال هاد المربين ديال الدجاج اللي طالع عليهم دم. متابعي قناه شوف تي في كنحييكم والى اللقاء في بث مباشر اخر. نشكركم.